نكمل نوصل دلوقتي لحد ايه؟ عاوزين نستنتج شكل تغير باقي المنحنيات. طيب ايه المنحنيات اللي عاوزين نشوف التغير بتاعها؟ تعالى كده نبص على شكل منحنى ال indicated mean effective pressure ال P small indicator. طيب عاوز اعمل ايه؟ عاوز اجيب ريليشن ما بينها وما بين الايتا فوليومتريك. طيب ايه اللي هيجيب الايتا فوليومتريك لل P indicated؟ تعالى نبدا منين؟ من اللامدا وهو الاكسس اير فاكتور. ايه الاكسس اير فاكتور ده يا جماعه؟ كان بيساوي الاير تو فيول ريشيو الاكتوال مقسوم على الاير تو فيول ريشيو الستايكومتريك بافتراض ان هو 15 بقى عشان ما نقعدش ايه نوجع في قلبنا. اجي من هنا اقول ام دوت اير اكتوال على ام دوت فيول على 15. اذا الام دوت فيول تساوي مين؟ ام دوت فيول هنلاقيها انها بتساوي الام دوت اير على اللامدا في 15 اللي هي بفرض ان النسبه ستاكمتريك بايه؟ ب 15. طيب المعادله دي تسمع في مين على طول؟ في الايتا انديكيتد. ايتا انديكيتد تساوي الام دوت فيول على سوري الباور انديكيتد مقسومه على ام دوت فيول في الكالوريفيك فاليو. طيب ماشي قربنا نوصل اهو. باور انديكيتد هتساوي الايتا انديكيتد في ام دوت فيول في الكالوريفيك فاليو. نفك الباور indicated الى pressure في فوليوم المحرك في n على x في 60 سواء ايه الاكس بواحد او باتنين. ايتا indicated نشيل بقى الام دوت فيول ونرجع نعوض بيها ايه بالمعادله اللي احنا لسه جايبينها ام دوت اير لامدا في ام دوت اير على لامدا في 15 في الكالوريفيك فاليو. طيب دي صفحه رقم 3. طيب اعمل ايه من هنا برضو؟ طيب انا مش عاجبني برضو الام دوت اير اللي هنا، عمالة اكسباند في المعادلة مش عارف هتوصل بيها لفين. لا هتوصل اهي دلوقتي ان شاء الله. pressure indicated في displacement volume في RPM على x في 60 الكلام ده يساوي ايتا indicated في الام دوت اير هجيبها function في مين؟ في الايتا volumetric. نقول من هنا انه ام دوت اير تساوي الايتا فوليومتريك في رو اتموسفيرك الهواء الجوي في فوليوم ديسبيسمنت في ان على اكس في 60 الكلام ده مقسوم على 15 في لندا في الكالوريفيك فاليو. تعال نشيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه لان الدنيا كده زحمت وهنبتدي نتلخبط. ان على اكس في 60 تروح مع الان على اكس في 60. رو اتموسفيرك كثافه الهواء الجوي ثابت تقريبا 1.2. فوليوم ديسبيسمنت المحرك يروح هو كمان مع الفوليوم ديسبيسمنت. نوصل لمين؟ 15. اللامدا عند نفس الحمل قول تقريبا انها ايه؟ ثابته. كالوريفيك فاليو ثابته. الايتا انديكيتد عشان اللود ثابت هفترض هنا ان ايتا انديكيتد كونستانت تقريبا فور ذا سيم لود. طيب هوصل من هنا مباشرة إلى إيه؟ إلى إنه الـ indicated mean effective pressure is directly proportional مع الـ eta volumetric. وبعدين يعني وصلنا لإيه في الآخر؟ وصلنا إلى إنه المنحنى لو ثبتنا بقى هنا RPMات عند لود مختلف زي بالظبط كيرف الـ eta volumetric هلاقي كيرف مشابه لي وهو مين؟ الـ pressure indicated لو غيرت إيه؟ الـ y axis. طيب يبقى الخطين دول directly proportional مع بعض متوازيين بفرق الايه؟ بفرق السكيل. ماشي كل ده بيقربني من ايه بقى؟ بيقربني من اني اوصل استنتج curve break specific fuel consumption شكله عامل ازاي. طيب حاجه مهمه برضو ان احنا عارفينها هي انه P indicated تساوي P effective effective mean effective pressure او break mean effective pressure و indicated mean effective pressure هكتبها كده علشان ما تتلخبطش دي كابيتال ولا سمول. دي سمول دي كابيتال. زائد مين؟ زائد friction mean effective pressure. طيب طب ده اللي احنا حافظينه طول عمرنا ان P friction proportional مع الايه؟ مع ال RPM. يبقى ده معناها ان الفرق ما بين منحنى ال P indicated ومنحنى ال P effective هو قيمه تساوي P friction. طب ارسمه موازي؟ لا طبعا. هل الفرق ثابت ما بينهم؟ لا استحاله. الفرق ماله؟
الفرق بيزيد بزيادة الان، يعني الكيرف يطلع شكله عامل ازاي، يطلع شكله عامل كده. المسافات هنا قليلة، تقعد تتزايد شوية شوية لحد ما توصل لمين. كل ما الار بي ام يعلى بفريكشن هي كمان تزيد. طيب يبقى انا من هنا استنتجت كيرف الايه، البي افكتيف، بريشر افكتيف. طيب نكمل بعد كده هنوصل لايه تاني. طيب حاجه تانيه احنا حافظينها، البي افكتيف دايركتلي بروبورشنال مع مين من غير ما افكر؟ مع التورك. ده جه منين؟ ده جه من العلاقه بتاعت الباور افكتيف تساوي بي افكتيف في فوليوم المحرك في ان على اكس في 60 تساوي تورك في اوميجا 2 باي ان على 60، ان على 60، ان على 60 كونستانت، 2 باي كونستانت، في ديسبيسمنت كونستانت. يبقى بريشر افكتيف از دايركتلي بروبورشنال مع ايه؟ مع التورك. يبقى ادي كمان منحنى، ها ارسم منحنى موازي تماما لمنحنى البي افكتيف واسميه تورك. طب تعالى بقى عشان ما ننتهش من بعض كده نرسم على نظافه المنحنيات اللي احنا استنتجناها. ادي يا سيدي المنحنيات اللي استنتجناها. استنتجنا الاول شكل الايتا فوليومتريك، وقلنا مين الموازي ليها؟ البريشر افكتيف انديكيتد سوري، وبعدين البي افكتيف لا مش موازيه، بينهم وبين بعض فروقات متزايده بتزيد بزياده الار بي ام، هي قيمه البي فريكشن. ومن هنا يبقى ده منحنى البريشر افكتيف وموازي ليه تماما منحنى الايه؟ منحنى التورك. طبعا ما هيش شارب يعني كيرف، تمام كده؟ طيب قربنا كده نوصل لحاجه فيها بريك مين افكتيف بريشر. ايوه بالظبط. هنوصل للكلام ده ازاي؟ تعالى بقى نعمل ايه؟ نرسم منحنى الباور افكتيف. طيب منحنى الباور افكتيف عند ار بي ام مختلفه هيكون شكله عامل ازاي؟ اكيد طبعا هيطلع من الزيرو ويزيد ويقل شويه. ليه بيحصل الشكل ده؟ اهو لان الباور افكتيف جت منين؟ جت من التورك لما تضربه في اوميجا، مش ده ار بي ام اهو. طيب يبقى لما اخد كل قيمه على المنحنى ده اضربها في 2 باي الان المناظره ليها هيحصل ايه؟ هنا الاول زادت والان كمان عماله تزيد، فده اداني زياده في القيمتين. بعدين زياده الار بي ام غلبت كمان على النقصان في مين؟ في قيمه التورك، فادتني قيمه متزايده وصلت لحد اعلى قيمه بالصدفه ما بين التورك ده والار بي ام ده. وايه اللي حصل بعد كده؟ ورجعت ايه؟ تقل. تاثير نقصان التورك بقى هو اللي غالب. يبقى ده منحنى مين؟ منحنى البي افكتيف. مين اللي برضو نقدر نرسمه معاه؟ منحنى الباور انديكيتد، وطبعا هيتزايد لحد ايه؟ اخر الدنيا، لان برضو مازال الفرق ما بين باور افكتيف وباور انديكيتد الفرق ما بينهم هو قيمة الايه؟ الفريكشن باور تديني بي انديكيتد، والقيمة دي اساسا بروبورشنال مع الار بي ام ايه؟ مع الار بي ام سكوير، زي ما كنا اثبتناها من تجربة مين؟ تجربة ويلنز لاين. طيب وصلنا لايه من كل هذه الاشياء؟ وصلنا الى رسمة مهمة جدا، وهي ايه؟ وهي شكل باور انديكيتد، الباور افكتيف، الايتا فوليومتريك، البي انديكيتد، البي افكتيف. ونيجي بعد كده نستنتج شكل بريك سبيسيفيك فيول ايه؟ فيول كونسمشن، تمام كده؟ طيب نكمل.